السلام عليكم. النهارده هنتكلم ازاي ننشئ فيو. يعني انت عندك هنا في البروجكت براوزر بيبقى فيه الفيو دوت وفي الفيو دوت. طيب لو انا عايز اعمل فيو جديد، تمام. طيب اي فيو بتعمل لازم يكون مرتبط بليفل معين، ما ينفعش يبقى فيه فيو في الهوا كده، تمام. طيب عشان اعمل ليفل جديد لازم ادخل في الالفيشن. لو انت لسه في البلان وحاولت تعمل ليفل هيرفض، هتلاقي العلامة بتاعته مش شغالة. يعني لما تيجي كده هتلاقي في قلب البلان العلامة دي مش شغالة، تمام. ما يقدرش ترسم ليفل في قلب فيو، ده كلام منطقي. طيب لما تروح للإليفيشن هتلاقي اتفعلت معاك. طيب لما تيجي ترسم تقول له ليفل، هو اوتوماتيك بيعرض عليك ميك بلان فيو. اول ما ترسم اي دور اوتوماتيك هيبدأ يعمل لي فيو هنا. يعني لو جيت هنا وقلت له عايز اعمل دور جديد اهوت، تمام، ما ظهرش ليه؟ عشان ديت، عشان الجروب فيو، تمام. اهو ده الليفل الجديد. خلي بالك الليفل ده اول ما اتعمل له هنا في قلب الفلور بلان والاستراكشر بلان والسيلينج بلان، اتعمل اوتوماتيك. اقدر اتحكم في ان انا مش عايز الثلاثه دول، هاجي هنا واقول له بلان فيو تايب واختار اللي انا عايزه واللي مش عايزه. يعني انا عايز بس الفلور بلين، تمام. وخلي بالك ان ده لونه ازرق وده لونه اسود. اسود يبقى لسه ما تعملوش اي فيو خالص. ازرق يبقى في فيو واحد على الاقل مرتبط بيه، ممكن يكون اكتر من فيو، تمام. طيب اعمل ازاي فيو جديد؟ بروح لفيو بلان فيو فلور بلان، وهتلاقي الادوار اللي لسه ما اتعملتش قبل كده، تمام. في كذا دور، اربع ادوار حتى الان ما اتعملهمش فيو في قلب البروجكت براوزر. لو جيت شلت العلامه دي يبقى تقول له انا عايز كل الادوار ينفع ان انا اعمل لها فيو بتاعتها، فاعلم عليهم كلهم واقول له اوكي، تمام. هتلاقي ان في بعض الادوار اتكررت زي ليفل واحد مثلا، تمام. طيب ليفل واحد ممكن يكون انا عايز فلور بلان وعايز فلور بلان اركتكشر وعايز فلور بلان انتريور ديزاين، يعني كذا حاجه ممكن تتعلم على دوت. ده فلور بلان. طيب انا ممكن اختار حاجه ثانيه، لا مفيش غير فلور بلان، تمام. طيب انا هاجي هنا هقول له ايه؟ طيب هقول له انا عايز اضيف حاجه كمان، هقول له دوبليكيت الفلور بلان دوت، خلوا لي فلور بلان اي دي انتريور ديزاين. اوكي خلاص اختفى من هنا، ظهر فين؟ اهو في الفلور بلان اي دي. ممكن تعلم بقى على ليفل 2 وليفل 8 دول وتقول له لا ده مش فلور بلان بس، لا ده فلور بلان اي دي. يبقى انت كده ميزت بين الفلور بلان عادي، ممكن تسمي دوت اي اسم، ممكن تسميه مثلا فلور بلان رينيم، فلور بلان اركتكشر مثلا. يبقى انا كده فرقت بين نوعين اهمت، بحيث ان انت تبقى فيه نظام شوية في الشغل بتاعك، تمام.